عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله ومرحبا. اليوم عندنا تحدي تنس الطاولة في ملعب أكاديمية فارس ضد لاعب محترف معروف بالعالم كامل في تنس الطاولة. تحية لطلال. أقوى 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 أقوى. الآن نقلب الجوال كذا ونصور لكم الجيم يا طلال من 5. إرسال إرسال جاهز؟ يلا. لا وشلون من 5؟ من 5 بس عشان المشاهد ما يطفش. لا يلا. قبل ما نلعب وسيم ما ناظر. أنا الحين وأنا ألعب ما ناظر يا أخي، طقم اللون غريب. يلا أنا عشان تخليك تشوفني كويس. يلا. عشان تشوفني زين. يلا. يلا. إرسال إرسال. يلا يلا. جاهز؟ يلا. هذه كانت تجربة ممتاز. وش ذي؟ وش ذي؟ أنت في ملعبي وبين جمهوري. واحد. يلا يلا. عطني. دفعة. يلا دفعة. دفعت بلا. أنا أوريك. شبه لك. إيش بالي؟ وين من هنا يا أحمر؟ يلا. صح. يلا. ما عرفتكم. واحد واحد. ترى تو استهبلت معك. الله. ولا شيء يعاد. نفس الشيء. بتشد حيلك في ذا ولا. 2-1. العب. صغرتوا يا اقوى اقوى. يا جماعه قهرون صراحه. يقهرون صراحه. يقهرون والله. طلعت فنان. يبغالنا تحدي من 11. والله لا خلاص يا ابوي. عندي لا 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 باذن الله بفوز. استعد لللاست يعني اخير. يلا ولا شيء. مستعد؟ ما عرفتك. يلا مستعد. فنان. اسمع اسمع اسمع. تمرن مع وسيم تعالي. هذه تسخين من 5 باذن الله. في تحدي بيني وبينك من 11 على ايش؟ باذن الله على 10 ان شاء الله. اذا فزت علي لك العشاء. ها يوم ان شاء الله. يوم من الايام. جمهور يصفقون كذا. لا لا ما نبي. ها الحين مغير. اعطيك التايم. شوف كيف الإضاءات تلعب دور. هذا قبل وشوف بعد. بس شغلت إضاءة المسبح شوف كيف. شوف الحين ناظر. يا سلام تونا ما خلصنا. شوف هذه شوف هذه. يا سلام. باقي هذه واللي فوق. نشغل اللي فوق مرة. أيوة. وباقي هذولي. باقي لد الشلال. الله أكبر. شوف الفرق الحين. فرق الإضاءات تلعب دور بشكل غير طبيعي. من كثر ما أنا أحب الإضاءات قبل كم يوم رايح محل. شوف اشتريت. شوف حطيت إضاءة هنا ولا شغل النور. إضاءة الصفراء لها كذا شعور غريب. اللي يستغرب منه الناس اللي يحبون الإضاءة البيضاء. كني داخل محطة. كني داخل مستوصف. فرق فرق. خلونا نشوف ذوقكم. اللي يحب الإضاءة الصفراء يكتب ويقول أنا أحب الإضاءة الصفراء. واللي يحب الإضاءة البيضاء يكتب ويقول أنا أحب الإضاءة البيضاء. أغلب التعليقات يقولون اللون الأصفر. ومحمد يقول اللون الأصفر يعطي جمال للمكان. والله صادق. في ناس يقولون الإضاءة البيضاء. يحكم بيننا
المصممين. فيديو بس انه الاضاءة الصفراء لها استخداماتها والاضاءة البيضاء لها استخداماتها. الاضاءة الصفراء هي الاضاءة اللي بتعطي الاسترخاء. استرخاء. الدفء. الدفء. بتستخدم عادة يعني مثلا في البيوت في البيوت. الاماكن الليفينج في مثلا كمان في الاوتيلات. لما نلاحظ انه اغلبية الاوتيلات بتستخدم الاضاءة الصفراء. الاضاءة البيضاء بتستخدم مثلا في الاماكن اللي فيها نشاط وحركة مثل الشركات والمصانع والهذا. يا سلام. ظهر الحظ. صح اني انا شيف بس طبخه اليوم ماني بطابخ، مو بكل يوم. ما اول شيء ما حد طلب منك تطبخ، هذا اول شيء. الشيء الثاني انت تطبخ نفسك شيء خلاص، تجيب نفسك بالمطبخ. بقصه ماني منزلها. بقصه ها؟ بقصه ماني منزلها. لا 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 تنزلها. لا ماني منزلها. هذا الواقع. لا تزعل يا حبيبي، لا تزعل، هذا الواقع. بعدين اسمع شفت سناب ولا ما شفت؟ طلعوا الناس يقولون الإضاءة الصفراء أفضل من البيضة، حتى المصممين يقولون. آه يعني أنت كلامك تقصد إنه كويس من أول. أي أنت تحب البيضة يا حبيبي. طيب كل واحد له ذوق، يعني هالدرجة يعني لازم تقنعني إن ذوقي غلط؟ لا مو بغلط، ذوقي هذا غلط صراحة. مكان التصوير هنا أعجبني، أبجيب كرسي وبجي وبقول لك شيء بإذن الله بيدخل الفرح لك. كان هذه الزاوية أفضل. أذن. الله أكبر الله أكبر. قبل كم يوم أنا سامع دراسة، سووا دراسة جوا مول جوا سوق، وراحوا عند ناس قالوا لهم في فئة، قالوا لهم هذا مبلغ اشتر أي شيء تبيه، والناس هذول شروا. وفي فئة ثانية سووا لهم نفس التجربة لكن عطوهم نفس المبلغ، قالوا بدال ما تشتري لنفسك نبغاك تعطي هدايا للناس. بعد ما خلصوا التجربة اكتشفوا ان الناس اللي عطوا هدايا استانسوا اكثر من الناس اللي شروا اي شيء يبغونه لهم. نروح نصلي ونرجع واقول لكم الشيء اللي يفرحكم انتم قبل اي احد. غير الدراسة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله نفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. يعني إن كانك تبغاها بالدنيا أنت تستانس، وإن كانك تبغاها بالدين فالله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. جمعية البر الخيرية بالقنفذة عندهم فكرة حلوة اسمها تفريج كربة. عندهم حالات كثير، من ضمن الحالات حالة رقم 44 مطلقة تعول 3 أبناء، دخلهم المادي فقط من الضمان الاجتماعي شهريا يدفعون للشقة 1300 ريال. إذا ضربت 1300 ريال في 12 شهر يعني سنة 15600 ريال. نبي نتعاون حنا كلنا كفريق فارس، طبعا أنا أسمي اللي تابعوني فريق فارس، إننا نسدد 15600. ترى 100 ريال والخمسين والعشرة تفرق. بحط صورة فيها جميع البنوك. يا أخي يزين التقنية، وانت جالس بالبيت تقدر تحول. وإذا أنت ما عندك بطاقة توك صغير، رح عند أي أحد عندك بالبيت وقل يا أخي 100 ريال هذه اللي حنا دائما نتعشى فيها اليوم نتعشى من البيت، ويا أخي خنساعد المطلقة. كم يوم سامع قصة واحد يقول أنا وجيراننا بنفس الكهرب، وجيراننا هذا عنده 12 ولد ما شاء الله تبارك الله الله يحفظه. ويقول الغريب انهم ما يسألون، ما يقولون مين اللي سدد وما ادري ايش. انا علشان اسدد بيتي لازم اسدد لي ولهم. فسكت ورحت سألت يعني شخص، الشخص هذا قال الله ساقي لك هذول الناس 12 ولد، توكل على الله ولا تكلمهم وسدد. هذا الرجل يقول تضاعف رزقي 100 ضعف ما شاء الله تبارك الله واكثر. هو كان يسدد بس كان متضايق، غير النية صار أجر والله رزقه وصار مرتاح. بحط لكم صورة وترى 50 ريال تفرق. عندنا تصوير الحين لليوتيوب في حفل، لكن عندي سؤال. هلا. تحبي ضع الصفر ولا البيضة؟ أنا؟ إيه. من ناحيتي أنا؟ إيه. الصفرة. أكيد. أعطيني جو في التصوير. يا سلام.
طبعا اصلا اغلب المصورين يستخدمون اضاءه الصفراء اغلب الا اذا احتاجوا للبيضه، بس المنتجات يستخدمون البيضه.